يقول حفظك الله: هل يجوز إقامة وجبات إفطار الصائم داخل المساجد؟ إذا كان يسيء إلى المساجد يبقى شيء من الطعام أو يحصل لغط عند الأكل أو فلا يجوز هذا تصان المساجد. أما إذا كان ما يترتب على هذا إضرار بالمسجد ولا روائح ولا فضول أطعمة وتنظف المساجد فلا مانع من ذلك. نعم.